أعجبك شيء وما أوصلك شيء؟ أنا الحاجب وأنا الموصل. إن رأيت غيري عبدته على طول. يعني أنت لازم تشوف ربنا، إنك لو شفتش ربنا هيخطفك 100 رب. يعني لو ما عبدتش ربك الحقيقي الأرباب كتيرة جدا وأقوية جدا، والنفس الإنسانية سهل أن يعني تستلب في لحظات. استغنى بي ترى فقر كل شيء، واستعز بي ترى ذل كل إيه، وتعلم مني ترى جهل كل شيء. مش غير ربنا.